الكيمياء في كوكبنا مليانة بمركبات كتيرة جدا، وكتير قوي منها أصلا مش معروف، يعني نحن نعرف مركبات قليلة خالص، سواء سمعنا عنها أو تعلمناها في المدرسة أو حتى في نشرات الأدوية اللي بنشوفها أو خلافه. لكن الحقيقة إن 3/4 المركبات الكيميائية سواء عضوية أو غير عضوية إحنا ما نعرفش عنها أي حاجة، والمركبات دي بالذات ما نعرفش عنها حاجة فعلا غير اللي بيستخدمها، يعني ليه في نطاق عمله. والمركب اللي نتكلم عليه النهاردة هو بالفعل مركب محدش يعرفه أساسا غير اللي بيستخدمه، واللي بيستخدمه المركب النهاردة هما الطب الشرعي والبحث الجنائي، وطبعا البوليس اللي بيدور على أدلة لجريمة قتل محدش عارف سببها ولا حصلت ازاي ولا حصلت امتى، لكن بيقدروا ان هما من خلال مسرح الجريمة بس يعرفوا ايه اللي حصل بسبب المركب دوت. اهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة مكعب روبيك. النهاردة بنتكلم عن اللومينول. اللومينول هو مركب كيميائي بيتكون من 8 ذرات كربون، 7 هيدروجين، 3 نيتروجين وجزء اكسجين. واللومينول هي مادة قادرة انها تولد طاقة ضوئية كيميائية لما بتعمل تفاعل معين. في الحالة الطبيعية بتكون المادة دي على هيئة بلور صلب ليه لون ابيض بيميل للاصفرار شوية، ومع اننا غالبا مش هنقابل اللومينول في اي معمل او في اي حتة، لكن برضو خلينا نكون عارفين شكله. اللومينول برضو بيدوب في أغلب المذيبات القطبية، بس على فكرة هو أصلا مش بيدوب في الماء، لما بيتخلط بمؤكسد مناسب بيدي لون متوحد أزرق كده ومميز، وهو ده اللي احنا دايما بنشوفه في صور. وقبل ما نكمل لازم نعرف يعني ايه مؤكسد. المادة المؤكسدة هي مادة كيميائية بتقدر انها تمنح ذرة أكسجين أو تنزع جزء هيدروجين أثناء التفاعل. وبشكل أدق شوية على المستوى الذري عشان خاطر علماء الكيمياء والفيزياء ما يزعلوش مننا، فإن المادة ديت بتكتسب إلكترون أو أكتر أثناء تفاعلات الأكسدة والاختزال. اللومينول بيتم استخدامه كاستخدام معروف في مجال الطب الشرعي وعلم الجنايات، وبيتم استخدامه في الكشف عن آثار الدم اللي بالفعل اتمسحت وما بقتش ظاهرة للعين المجردة، لأن اللومينول بيتفاعل مع عنصر الحديد موجود في هيموجلوبين الدم ويدي توهج أزرق شديد براق جدا، وهو ده اللي احنا بنشوفه. وبيستعمل برضو اللومينول في المجال الكيميائي والطب البيولوجي عشان يكشف عن النحاس، الحديد، السيانيد، ده بيكون عن طريق بروتينات اللي موجودة جواه. يعني ده نقول ان اللومينول فكرته كلها أيما ان هو بيتفاعل بشكل ذري او دون ذري فيقدر يدينا الشكل اللي احنا عارفينه دوت. تفاعل اللومينول مش بيستمر كتير، التوهج اللي هو بيدهولنا ده بيبقى اقل من 40 ثانية، وده معناه ان الطاقة بتاعته في التفاعلات الكيميائية بتنفس في حوالي نفس المدة دي. وعشان كده المحققين اللي بيستخدموه زي ما قلنا في مصالح الجريمة عشان يعرفوا اثار الدم اللي اصلا احنا مش شايفينها، بيستخدموا كميات متساوية ومحددة في اماكن مشتبه فيها وجود دم، وبيتم اعتام الغرفة كلها بتاعت الجريمة يعني المسرح كله عشان خاطر يضمنوا ان هما تطلع لهم نتائج نظيفة. اما عن خواص المادة ديت، فاللومين زي ما قلنا بيتوهج لما بيتفاعل مع مؤكسد مناسب زي مثلا محلول بيروكسيد الهيدروجين H2O2 وايونات الهيدروكسيد في الماء في وجود عامل محفز زي الحديد او البريودات، وبتحلل بيروكسيد الهيدروجين وبيدي OH2O. وفي نفس المكان اللي بيحصل فيه التفاعل بتكون في مادة قلوية زي الـ NaOH وبتكون في محلول متعادل. وفي نهاية الحلقة نحب نقول ان لو في اي مجرم عايز يعمل جريمة قتل كده ويخبي اي حد في اي حتة ويقول مثلا همسح الدم، نحب نقول له ان الحقيقة تقنيات الاستشارة عن بعد والمركب اللي بنتكلم عنه النهاردة هيكشفك بسرعة جدا، الحقيقة اسرع مما تتخيل. نشوفكم في حلقة جديدة، مسوس تشوفوا حلقتنا اللي فاتت، تستنوا حلقتنا اللي جاية، طبعا مش هنقول لايك وشير، مع ألف سلامة.